أهلا بكم مشاهدينا الكرام في تغطية إخبارية على مدار الساعة تقريبا حول استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا والعلاقات الثنائية بين مصر واليابان والاتفاقيات التي تم توقيعها في لقاء اليوم وارتقاء هذه العلاقات إلى حجم الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان. حقيقة أن العلاقات المصرية اليابانية علاقات قوية ومتينة وراسخة وتشهد تنسيق في الرؤى والتوجهات السياسية لتحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط، علاوة طبعا على العلاقات الاقتصادية والعلاقات الثقافية بين البلدين. عموما في هذه التغطية سنتعرف على الكثير حول هذه العلاقات وطبيعتها وما تم توقيعه من اتفاقيات اليوم بين الجانب المصري والجانب الياباني. اليوم أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقدير مصر البالغ لإسهامات اليابان في دعم مسار التنمية وانخراطها المخلص في دعم المشروعات الوطنية بمصر، وأكد سيادته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا أن زيارة رئيس وزراء اليابان إلى مصر تعكس الاهتمام المتبادل بين البلدين والبناء على علاقات الصداقة التاريخية بينهما على المستويين الرسمي والشعبي. وأود أن أؤكد على ما نحمله في مصر من مشاعر تقدير بالغ واحترام لإسهام اليابان في دعم مسار التنمية وانخراطها المخلص في دعم المشروعات الوطنية في مصر، والتي أذكر منها المتحف المصري الكبير الذي يعد المتحف الأثري الأكبر في العالم لعرض القطع الأثرية المنتمية لحضارة واحدة، والذي نتطلع أن يكون بيننا في حفل افتتاحه دولة رئيس الوزراء، بالإضافة إلى مشروع المدارس المصرية اليابانية والذي رأى النور في سبتمبر 2018 ويتضمن تطبيق نظام التعليم الأساسي الياباني التوكاتسو في المدارس المصرية، إلى غير ذلك من المشروعات المتعددة التي تقف شاهدة على الصداقة بين البلدين والتي لا يتسع المقام لسردها جميعا، علاوة على مشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب الذي يعد نموذجا ناجحا للتعاون الثلاثي بين اليابان ومصر مع الأشقاء الأفارقة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا دكتور رفيق الدياصي أستاذ الدراسات الأسيوية بجامعة الزقازيق. دكتور رفيق تحياتنا يا فندم. أهلا وسهلا بك وأهلا في البرنامج. يعني دكتور العلاقات المصرية اليابانية متشعبة ومتنوعة في اتجاهات ومجالات متعددة، علاقات سياسية وثيقة وتنسيق وتقاطع في الرؤى لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط، علاوة طبعا على العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين. كيف تقيم هذه العلاقات وما الذي تضيفه هذه الزيارة لدعم هذه العلاقات اليوم؟ الحقيقة اليابان يعني شريك سياسي واقتصادي واستراتيجي قوي بالنسبة لمصر طوال تاريخها. يعني اليابان بدأت نهضة معانا في وقت من الأوقات ويمكن سبقتنا وسبقت كتير من دول العالم بنهضتها العظيمة اللي بنيت على الجودة واحترام الذات واحترام الإنسان الياباني واحترام الآخر. نعم. وبالتالي اليابان كان من ضمن شراكاتها اختيار كثير بعض من دول العالم، وكان من ضمنها مصر لترطيد العلاقات السياسيه والعلاقات الاقتصاديه والاستراتيجيه معاها. فهناك زيارات متبادله ما بين الحكومات المصريه والحكومات اليابانيه على مستوى الدولتين. هناك شراكات في الصناعه، اليابان لها كثير من الصناعات اللي موجوده عندنا هنا في مصر، بدات بعض المصانع اليابانيه تتعامل في مدينه السادات ومدينه العاشر، بعض الصناعات اليابانيه خاصه صناعه السيارات وبعض الصناعات التكنولوجيه الموجوده اللي نقلتها موجوده عندنا هنا في مصر حاليا بعض المصانع بتاعتها. ايضا اليابان كان لها دور كبير جدا في تطوير الزراعه المصريه، خاصه زراعه محصول زي محصول الارز وتطوير تهجين المحصول لسد احتياجات الانسان المصري منه. ايضا اليابان كان لها دور جدا في تطوير ودعم مصر لبعض الحروب
المشاركات زي ما حصل عندنا في المدارس اليابانية اللي موجودة، في الجامعة اليابانية اللي موجودة، في مجال التعليم والاستثمار في التعليم، استثمار في السياحة. المتحف النهاردة طبعا في زيارة رئيس الوزراء الياباني مع رئيس الوزراء المصري، ده نقل للثقافة المصرية والسياحة المصرية إلى اليابان، على أساس إن شاء الله تتفتح مجالات للسياح اليابانيين، إن شاء الله ييجوا مصر ويزوروا مصر، يستمتعوا بالآثار المصرية. مصر طبعا زي ما أنت عارف تمتلك ثلث آثار العالم، آثار عريقة مش موجودة في أي حتة في العالم. وطبعا احنا شفنا جهود الدولة وافتتاح الرئيس للمتحف اللي يعتبر أكبر متحف في العالم للآثار الموجود في العالم كله، حاجة رائعة بالنسبة لمصر. فهنا الشراكة اليابانية تعتبر دعم للسياسة المصرية ودعم للاقتصاد المصري. اليابان بتقف مع مصر في كثير من قضاياها، يعني اليابان من الدول اللي لها باع كبير جدا في دعم قضية مصر بالنسبة للموضوع زي موضوع سد النهضة، موضوع زي الحدود المصرية، موضوعات كثيرة جدا في حماية الشواطئ والسواحل المصرية. الشواطئ عندنا في مصر لما كانت بتتآكل برضو اليابان كان لها دور كبير جدا في المنطقة اللي هي موجودة في شمال مصر، خاصة في منطقة رشيد واسكندرية وخلافه ومنطقة كفر الشيخ في البرولس، كان لليابان دور كبير جدا في حماية الشواطئ المصرية، ونقلنا الخبرة اليابانية في عمل ما يسمى بالمصدات بتاعة الأمواج. اليابان طبعا لها خبرة كبيرة جدا فيها، فبالتالي اليابان شريك سياسي واقتصادي واستراتيجي بالنسبة لمصر مهم جدا. وأنا يعني متوقع إن شاء الله مستقبلا هذه الشراكة هتزداد وتتفاعل أكثر وأكثر، خاصة إن في حبو من مصر ناحية الشرق نحو الصين ونحو اليابان ونحو روسيا، لأن الغرب النهارده أصبح يعني يضغط على بعض الدول من بينها مصر، وأثر هذا الأمر. يمكن أنت بتشوف سياسة القروض وسياسة العصا والجزر اللي هم بيتعاملوا بها الغرب، النهارده الشرق فتح ذراعيه للدول اللي زي مصر، اليابان واحدة من هذه الدول، الصين واحدة من هذه الدول، روسيا واحدة من هذه الدول، كوريا واحدة من هذه الدول. فأنا توقعاتي إن شاء الله لدور اليابان على الساحة العالمية ودورها الاقتصاد القوي في العالم، ان هي ان شاء الله باذن الله هتكون احد اركان السياسه المصريه اللي ان شاء الله هتتوجه اليها مصر الفتره اللي جايه، عشان تعضيد الشراكات بينهم وبين بعضها ان شاء الله باذن الله، بحيث مصر برضو ان شاء الله تخرج من الكبوه الاقتصاديه ان شاء الله باذن الله، خاصه ان احنا بنعتبره يعني دوله رائده في منطقه الشرق الاوسط وفي الشرق كله، ومصر دولة محورية بالنسبة لكل دول العالم. نعم دكتور رفيق، بالفعل هي مصر هكذا، واليابان أيضا هي دولة رائدة في مجال التطور والتطور الصناعي والتكنولوجي بشكل عام. يعني من وجهة نظر حضرتك إلى أي مدى يمكن أن تستفيد مصر من هذا التطور التكنولوجي والتطور الصناعي، وكيف تستفيد المشروعات القومية تحديدا من هذا التطور؟ والله انت حضرتك اليابان زي ما قلت لحضرتك في مستهل حديثي ان اليابان دولة اجبرت العالم على احترامها بجودة الصناعة بتاعتها. نعم. لان شعار اليابان الصناعة الايه؟ ذات الجودة العالية. والنهاردة اليابان بتعاني من نقص الموارد اللي موجودة فيها، احنا دولة متاح فيها موارد، اليابان بتعاني او من ارتفاع اجور العاملين فيها، احنا دولة فيها عمالة ذات اسعار رخيصه، يعني العماله المصريه الاجور بتاعتها مقارنه بالعماله اليابانيه رخيصه. فبالتالي اليابان حاليا بتفكر جديا وبتسعى على حد علمي انها تنقل كثير من الصناعات التكنولوجيه اللي موجوده عندها في كثير من دول العالم، ومن ضمن الدول ذات الموقع الجغرافي المتوسط اللي هو يستطيع ان يروج الانتاج بتاعها ما بين الشرق والغرب والشمال والجنوب هي مصر. فبالتالي مصر حاليا اعتقد انها تفتح ذراعيها لنقل التكنولوجيا ونقل الصناعات اليابانيه على الارض المصريه، عشان معذره، عشان توفر في مصر فرص عمل للعمال، تستجلب تكنولوجيا واتجاهات حديثه للصناعه المصريه، تبدا في شراكه ما بين ميد ان ايجيبت اند ميد ان جابان، صناعات جديده تطلع، شراكه جديده للصناعات المصرية اليابانية تغزو المنطقة وتغزو العالم في يوم من الأيام.
لان اليابان زي ما بقول لحضرتك، انت لو استطعت ان انت تنقل التكنولوجيا وجوده التكنولوجيا اللي موجوده فيها مع العامل المصري ذات الاجور الرخيصه والموارد المصريه اللي موجوده والارض المصريه اللي موجوده والامكانيات المصريه اللي موجوده وجو مصر ومناخ مصر اللي هو يعتبر ممتاز، ومصر بلد من البلاد المستقره جيولوجيا، يعني اليابان دوله بيسموها دوله مضطربه جيولوجيا، فيها زلازل، فيها براكين، فيها امواج تسونامي وخلافه، لكن احنا على المستوى الاستقرار فربنا سبحانه وتعالى يعني زي ما حقق القول ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، فمصر بلد امن من كل شيء. نعم. فبالتالي اليابان بتنظر الى هذا الاستقرار، حتى الاستقرار الالهي نفسه، ان ربنا سبحانه وتعالى ادى استقرار لمصر على كافه المستويات حتى امنيا. الحمد لله انت لو شفت الدول حواليك من كل ناحيه، السودان، ليبيا، سوريا، العراق، مش عارف ايه، انت في وسط هذه النيران الحمد لله الامور مستقره والامور مستتبه بالنسبه لمصر بفضل ربنا سبحانه وتعالى، بفضل السياسه المصريه، بفضل الجيش المصري العظيم، بفضل الشرطه المصريه العظيمه اللي حافظه البلد ان شاء الله من كل خير. فبالتالي اليابان بتدور على العامل الامني اللي يحافظ على استقرار صناعتها وتنميتها والحفاظ عليها والحفاظ على اسم اليابان العريق مع اسم مصر الاعرق طبعا على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي ان شاء الله باذن الله. فبالتالي انا متوقع ان اليابان ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه ومن خلال زياره رئيس الوزاره ستنقل كثير من الصناعات التكنولوجيه الفريده او حتى المكرر اعادتها في مصر اعتمادا على الخامات اللي موجوده في مصر او استجلاب بعض الخامات من الخارج مع العماله المصريه المتوفره. فبالتالي زي ما قلت لحضرتك هيوفر فرص عمل، هيدخل للبلد عوائد جديده ويدخل مورد اقتصاد مصر، وان شاء الله تنهض مصر وتبقى طبعا كما كانت بعهدها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا دكتور. الدكتور رفيق الضياصي استاذ الدراسات الاسيويه بجامعه الزقازيق، بشكر حضرتك شكر جزيل كنت معنا على الهاتف. وخلال المؤتمر الصحفي أضاف الرئيس السيسي أنه استعرض مع رئيس الوزراء الياباني الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والهيكلية التي تم إقرارها في إطار تحفيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في مصر على مدار الأعوام الماضية والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر في شتى المجالات، ودعوة الحكومة اليابانية لتشجيع الشركات اليابانية لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر. لقد استعرضت مع السيد كيشيدا الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والهيكلية التي تم إقرارها في إطار تحفيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في مصر على مدار الأعوام الماضية، وكذا الحوافز والضمانات التي يكفلها القانون المصري للمستثمرين، وتناولت الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر في شتى المجالات، ودعوت الحكومة اليابانية لتشجيع الشركات اليابانية لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر. كما أوضح الرئيس السيسي أنه تبادل مع رئيس وزراء اليابان وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وصف النقاشات بأنها كانت إيجابية وبناءة، حيث تم استعراض ما تشهده الساحة الدولية اليوم من تحديات وبشكل خاص ما خلفته الأزمة الأوكرانية من تبعات اقتصادية هائلة على الدول النامية، فقط ما أحدثته جائحة كورونا من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الطاقة والغذاء. كما تبادلت مع السيد رئيس الوزراء وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. لقد كانت النقاشات إيجابية وبناءة، حيث استعرضنا ما تشهده الساحة الدولية اليوم من تحديات وبشكل خاص ما خلفته الأزمة الأوكرانية من تبعات اقتصادية هائلة على الدول النامية، فقط ما أحدثته جائحة كورونا من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الطاقة والغذاء وتوقعات بتراجع معدل النمو، حيث أكدت دولة رئيس الوزراء تطلعنا إلى أن يعمل شركاء التنمية وفي المقدمة اليابان كونها دولة رائدة في الإسهام التنموي العالمي، وفي ظل رئاستها الحالية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، من أجل أن تحظى تلك التحديات الاقتصادية الملحة بذات قدر الاهتمام بالجوانب السياسية والأمنية للأزمة الأوكرانية. وأضاف الرئيس السيسي أن التطورات في السودان احتلت جانبا مهما من المباحثات، حيث أكد سيادته الرؤية المصرية القائمة على ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل لإطلاق النار في السودان، وأهمية امتناع أي طرف خارجي عن التدخل في الأزمة باعتبارها شأنا سودانيا خالصا، بما يسهل من نزع فتيل الأزمة ويحول دون تفاقمها.
تبحثت كذلك مع ضيفي الكريم بشأن العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا، واحتلت التطورات في السودان جانباً مهماً من المباحثات، حيث أكدت لدولة رئيس الوزراء الرؤية المصرية القائمة على ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل لإطلاق النار في السودان، وأهمية امتناع أي طرف خارجي عن التدخل في الأزمة باعتبارها شأناً سودانياً خالصاً، بما يسهل من نزع فتيل الأزمة ويحول دون تفاقمها. من جانبه أكد رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا أن مصر شريك مهم لليابان وتلعب دورا مهما للسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا دعم بلاده للتنمية والازدهار في مصر والمنطقة ككل. وإن مصر شريك مهم للغاية بالنسبة لليابان، يلعب دورا مهما للسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وفي لقاء القمة قبل قليل قمنا بتبادل آراء صريحة في مواضيع مختلفة، بدءا من العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية، وقد عبرت عن تصميمنا كدولة اليابان على الاستمرار في المساهمة في النمو والازدهار لمصر وهذه المنطقة ككل. وقد وضحت لفخامة الرئيس أننا سنستضيف ونرأس مؤتمر قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما في شهر جاري، وبناء على نتائج نقاش مع الجانب المصري أيضا. والمزيد من المتابعة بينضم إلينا الأستاذ جمال رائف الباحث السياسي. أستاذ جمال تحياتنا فندم. تحياتي لحضرتك يا فندم ولكل السادة المشاهدين. يعني أستاذ جمال، في ظل تغيرات متعددة على الصعيدين عالميا السياسي والاقتصادي، إلى أي مدى تستطيع العلاقات المصرية اليابانية أن تتقاطع وتتسق الرؤى لدعم وتحقيق الاستقرار الشامل في منطقة الشرق الأوسط ككل، مع تجدد واختلاف شكل الأزمات والتحالفات سواء عالميا أو إقليميا؟ يمكن العلاقات المصريه اليابانيه في الحقيقه علاقات مستقره منذ امد طويل للغايه، علاقات تمتد لاكثر من 160 عام، بها استقرار واتزان ملحوظ واتفاق في الكثير من الرؤى حيال الكثير من الموضوعات الدوليه على مدار التاريخ، وبالتالي هذا الاستقرار في العلاقات ما بين مصر واليابان بالتاكيد ينطبع ايضا على فكره التشاور الان في الوقت الراهن، ويمكن الدولتين من ان يكون بينهم الكثير من الكثير من مساحات الاتفاق حول ايجاد عمل مشترك للمساهمه في الاستقرار الاقليمي والدولي. وهذا حتى ما اكد عليه رئيس الوزراء الياباني حينما تحدث ان الشراكه مع مصر لم تعد شراكه ثنائيه ولكنها شراكه اقليميه، وهنا المقصود به دور مصر الفاعل اقليميا، وكون اليابان الان ترتكز على مصر ايضا كشريك اقليمي مهم جدا يمكن اليابان من الدخول الى السوق الافريقي والعربي، وايضا حتى على الصعيد السياسي بيسهل التعاون السياسي ان يكون هناك نوع من انواع التعاون في احلال السلم والاستقرار على الصعيد الاقليمي والدولي، وبالتالي العلاقات المستقره منذ امد طويل والتفاهم الان وايضا جوده العلاقات التي تشهد تنمي ملحوظ منذ عام 2014 والتي شهدت طفره كبيره جدا منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤوليه، ووجدنا علاقات مصريه يابانيه بتذهب الى افاق جديده واصعده مختلفه، وده اللي النهارده بنحصد ثماره ونتائجه في اعلان مصر واليابان الوصول او الذهاب الى مرحله الشراكة الاستراتيجية، بمعنى أن هذه العلاقات الآن سوف تنطلق إلى مرحلة جديدة تشمل كافة الأصعدة، خاصة مع أن اليابان بتطور أيضا من علاقاتها الخارجية وبتفتح الكثير والكثير من مجالات التعاون الآن أمام كافة الشركاء العرب والأفارقة بالتحديد، وحتى اختيار مصر كأولى محطات زيارة رئيس الوزراء الياباني الآن في جولته الأفريقية بيعبر عن هذا المعنى. وبالتالي أنا أعتقد أن الرصيد العظيم للغاية من العلاقات المصرية اليابانية المستقرة وأيضا جودة العلاقات التي نشهدها بعد عام 2014 وطبعا اللي ساهمت فيها زيارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باليابان، وأيضا استقباله لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي الذي أيضا ارتبط بمصر بعلاقات أكثر من رائعة، وغيرها من نقاط التواصل والاتصال الدائمة ما بين مصر واليابان، كلها كانت عوامل انطبعت على التفاهمات السياسية والتعاون الاقتصادي وأيضا حتى على الصعيد الثقافي والتعليمي. بنتحدث عن المدارس اليابانية، نتحدث طبعا عن أيقونة التعاون الثقافي فيما يتعلق بالمتحف المصري الكبير وغيرها
تعمل يعني ثمار هذا التعاون، وبالتالي علاقات مستقرة وذات جودة عالية، والآن أيضا بتنطلق إلى مرحلة جديدة وإلى آفاق أرحى. يا أستاذ جمال، في ظل متغيرات خريطة العالم اقتصاديا أيضا وسياسيا يعني عموما، كيف ترى المقومات التي تدعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان وإمكانية تطوير هذه المقومات أيا كانت المصالح لكل جانب على حدة؟ طبعا في ظل هذه المتغيرات اليابان وايضا التي تتحمل الان مسؤوليه الجي 7 او مجموعه السبع الكبار التي تضيفها يعني في قمتها القادمه، تسعى ايضا ان تستغل هذه الجوله لايضا فتح مجالات تعاون مع المجموعه الكبار مع مجموعه الكبار وايضا الدول الافريقيه وطبعا الدوله المصريه، وايضا اليابان بشكل يعني ثنائي ايضا بتسعى طوال الوقت لدعم العلاقات مع الشركاء العرب والافارقه وعلى راسهم الدوله المصريه اللي زي ما قلنا بتعتبرها الان شريك اقليمي، لان الدوله المصريه بما احدثته من بنيه تحتيه ومن تطوير لموانيها والطرق والنقل واللوجستيات اصبحت ايضا محطه مهمه جدا في الاستثمار الاقليمي، وده اللي بيخلينا نتحدث عن اكثر من 130 تقريبا مستثمر او اكثر من 160 شركه ومستثمر ياباني بالفعل بيستثمروا في الداخل المصري، ونمو في التبادل التجاري بيتخطى المليار دولار. اذا ايضا الاقتصاد رقم مهم جدا في المتغيرات الدوليه، لان اليابان بترى ان مصر شريك امن وايضا مركز اقليمي مهم جدا، وده مدعوم بالعلاقات السياسيه بالتاكيد الجيده والاكثر من رائعه ما بين الدولتين، واللي بيخلي ايضا ده ينطبع على جوده العلاقات الاقتصاديه وبالتالي علاقات مستقره ورغبه يابانيه في تطوير العلاقات. عشان كده النهارده راينا عدد كبير من الاتفاقيات موقعه ما بين الدولتين، يعني بنقول هي محطات ايضا جديده في التعاون المصري الياباني بتشمل مجالات النقل والتكنولوجيا وغيرها من المجالات، وايضا هناك افاق جديده بتفتحها الدوله المصريه طوال الوقت امام المستثمر. يمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع رئيس الوزراء الياباني على ايضا التسهيلات التي تقوم بها الان الدوله المصريه لتسهيل دخول المستثمرين الاجانب الى السوق المصري وجوده المناخ الاستثماري في الداخل المصري، وبالتالي انا اعتقد ان زي ما قلنا مصر في ظل هذه المتغيرات الدوليه والاقليميه هي ثابته، هي متزنه، هي ايضا الاكثر استقرارا والاكثر امانا، وبالتالي هي شريك امن لكل الشركاء الدوليين، هذا بجانب توازناتها السياسيه الخارجيه التي تجعلها دائما تنأى بنفسها على الدخول في اي من الصراعات الدوليه والاقليميه، بل هي محور سلام واستقرار في المنطقه كلها، عوامل جذب لاي من المستثمرين الاجانب وعلى راسهم طبعا اليابان التي بالفعل لديها حجم كبير جدا يتستحوذ على اكثر من 30% من الاستثمارات الاسيويه بالفعل في الداخل المصري، وبالتالي هي شريك اسيوي في غايه الاهميه. مصر بتحاول طوال الوقت ان تدعم هذه العلاقات، وبالتالي انا اعتقد ان اليابان ومصر حتى في ظل هذه المتغيرات الدولية هم لديهم الفرصة القوية جدا لتطوير علاقاتهم، بل استغلال هذه الظروف ربما لتحقيق المزيد والمزيد من المكاسب. نعم الأستاذ جمال رائف الباحث السياسي، بشكر حضرتك شكر جزيل كنت معنا على الهاتف. كما أكد رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا استمرار بلاده في تقديم مساعدات طويلة الأمد لمصر في عدة مجالات كمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق القاهرة ومشروعات توليد الكهرباء بطاقة الرياح، فضلا عن مجال التعليم. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية سنستمر في تقديم مساعدات طويلة الأمد في مجالات مختلفة مثل التعاون المتعلق بمشروع خط الرابع لمترو أنفاق القاهرة ومشاركة شركات يابانية في مشروع توليد الكهرباء بطاقة الرياح من خلال بنك اليابان للتعاون الدولي. وفي مجال التعليم وخاصة التعليم على الطريقة اليابانية الذي ينتشر في مصر مؤخرا، قد بدأت مباحثات لدراسة اعتماد نظام كوسين أو المعاهد العالية للتكنولوجيا. إن التنمية البشرية هي أساس ازدهار دولة، فستستمر اليابان في تقديم دعم لمصر في هذا المجال. وفيما يتعلق بالأزمة في السودان، أكد رئيس وزراء اليابان تقدير بلاده لمساهمة مصر في تحقيق السلام والاستقرار في السودان، مؤكدا الاتفاق الوثيق بين البلدين على ضرورة تهدئة الوضع بأسرع ما يمكن.
بالنسبة للأوضاع في السودان، أقدر مساهمة مصر من أجل تحقيق السلام والاستقرار في ذلك البلد. فتحدثت مع فخامة الرئيس عن الموضوع مطولا، واتفقنا على التنسيق الوثيق مع مصر التي لها علاقات وثيقة مع السودان لتهدئة الوضع بأسرع ما يمكن واستئناف عملية نقل السلطة إلى المدنيين. واضطرابات الأوضاع في السودان المطل على البحر الأحمر، أهم شرايين اللوجستية بين آسيا وأوروبا، قد تؤثر بشكل كبير على اليابان والاقتصاد العالمي. فأبلغت فخامة الرئيس بأننا ننوي المساهمة في معالجة الوضع كرئيس حالي لمجموعة السبع وعضو مجلس الأمن الدولي، وسنرسل قريبا السيد شيميزو سفير شؤون القرن الإفريقي إلى الدول المعنية بما فيه مصر، وأننا مستعدون لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للاجئين والنازحين في الدول المجاورة. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد عقد قمة بقصر الاتحادية، حيث تم الاتفاق على رفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وفي مقر المتحف المصري الكبير، عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره الياباني ضيف مصر فوميو كيشيدا مؤتمرا صحفيا. اكد خلاله مدبولي ان المتحف نموذج ناجح لتطوير الشراكه مع اليابان. مره اخرى دوله رئيس وزراء اليابان مستر فوميو كيشيدا، مرحبا بك في مصر وفي المتحف المصري الكبير. هذا المشروع العظيم الذي يعد بمثابة نموذج ناجح جدا للشراكة والتعاون بين مصر واليابان. واسمح لي في هذه المناسبة أن أتوجه لسيادتكم ولحكومة اليابان بخالص الشكر والتقدير على مساهمتكم في هذا المشروع العملاق. ونتمنى إن شاء الله كما قال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تكون معنا في الافتتاح الرسمي للمتحف، والذي نتطلع إلى تحقيق أو تحديد هذا الموعد بناء على الاتفاق مع دولتكم إن شاء الله. والمزيد من المتابعة ينضم إلينا الأستاذ بلال شعيب الخبير الاقتصادي. أستاذ بلال تحياتنا يا فندم. يعني أستاذ بلال، الارتقاء إلى مستوى الشراكة الاقتصادية بين مصر واليابان في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم والمتغيرات المتلاحقة، يعني كيف ترى قدرة هذه الشراكة على التغلب على التحديات؟ خلينا أقول لحضرتك في البداية أن الأرقام الاقتصادية بتعبر عن مدى أهمية الدور الاستراتيجي ما بين الدولتين. يعني حجم التبادل التجاري ما بين الدولتين حوالي مليار دولار. الخلل الهيكلي اللي موجود ما بين وارداتنا وصادراتنا خاصة مع اليابان، احنا تقريبا بنستورد منهم بحوالي 888 مليون دولار وبنصدر بحوالي 260 مليون دولار، وبالتالي انا شايف هناك فرصة كبيرة جدا للاقتصاد المصري وانتعاش الاقتصاد المصري. لو 888 مليون دولار كواردات احنا بنستورد منهم، لو تم جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية في الأرض المصرية وإقامة مشروعات وتوطين للصناعة المحلية، فهيكون ده ليه تأثير إيجابي كبير جدا، خاصة إن المزايا في الجانب المصري
بيتميز بانتاج بعض الاشياء اللي في الجانب الياباني للانتاج. احنا ممكن نستفيد منه بين التكنولوجيا الحديثه بالميكانة الحديثه، وجودهم كمان معانا في المرحله الرابعه والمرحله الاولى من المرحله الرابعه التوسعات دي مثل الانفاق. وبالتالي هناك يمكن ان يكون هناك تكامل اقتصادي ما بين الدولتين. عمق العلاقات التاريخيه ما بين مصر واليابان هي علاقات تاريخيه كبيره جدا تمتد لسنوات طويله، وبالتالي يمكن الاستفاده من تعميق الانتاج وتعميق التصدير والواردات ما بين الدولتين. نعم. الجانب الثاني ان ازمه كورونا واتبعها الصراع الروسي الاوكراني خلى العالم كله النهارده بيسعى لتكتلات لاقامه تكتلات اقتصاديه كبيره، خاصة لأن العالم كله الأخطار اللي بتواجه العالم كله هي أخطار واحدة، نقص في الغذاء متأثرا بالتغيرات المناخية من جانب، من جانب آخر هو وجود زيادة وارتفاع تدريجي في أسعار السلع الاستراتيجية خاصة القمح والبترول. يعني لو شفنا في مارس 2022 حصل وحدث زيادة وقفزة كبيرة في أسعار البترول تتراوح بحوالي 60% من السعر العالمي. اسعار الغذاء يعني لو شفنا محصول زي محصول القمح نسبه الزياده تتجاوز 47%، وبالتالي النهارده معدلات التضخم العالم كله شبح معدلات التضخم بيواجه العالم كله ولن يسلم منها اي دوله من دول العالم. وبالتالي الاتجاه نحو التكتلات الاقتصاديه والدعم الاقتصادي ما بين الدول هو احد الحلول الناجزه لمعالجه المشكله الغذائيه ومشكله الطاقه اللي بتواجه العالم كله. نعم، الاستاذ بلال شعيب الخبير الاقتصادي، انا بشكر حضرتك شكر جزيل على هذه المداخلة. زار وفد من المجلس القومي للطفولة والأمومة مركز إصلاح وتأهيل بدر، حيث تطبق وزارة الداخلية برامج تأهيلية متطورة من خلال إثقال مهارات النزيلات الحرفية واليدوية والمهارات الفنية المتنوعة وفصول محو الأمية. كما تفقد الوفد المركز الطبي الذي يعد نموذجا لتقديم الرعاية الطبية الفائقة للنزلاء. منذ أن أنشأت وزارة الداخلية مراكز الإصلاح والتأهيل والتي أحدثت نقلة كبيرة في منظومة السياسة العقابية، وهي محل اهتمام المنظمات الحقوقية والإنسانية للاطلاع على مرافقها وأساليب وبرامج التأهيل المطبقة داخلها. من هذا المنطلق استقبل مركز الإصلاح والتأهيل بدر وفدا من المجلس القومي للطفولة والأمومة. قام الوفد بجولة داخل المركز الطبي والذي يعد نموذجا فريدا في تقديم الرعاية الصحية الفائقة للنزلاء والنزيلات بتجهيزاته الطبية المتطورة وقدرته على التعامل مع كافة الحالات المرضية. وتطبق وزارة الداخلية برامج تأهيلية متطورة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وهو ما بدا واضحا في إثقال مهارات النزيلات الحرفية واليدوية، حيث شهد الوفد مشغولات النزيلات اليدوية التي تتسم بدقتها وجودتها، وكذا المهارات الفنية المتنوعة وفصول محو الأمية. أنا مبسوطة إن أنت جاية تتعلمي النهاردة هنا عشان ما تطلعي تعرفي تعملي تعوضيهم على اللي أنت ما عرفتيش تعمليها. وتفقد الوفد أماكن إقامة النزيلات التي تراعي المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، والتي جهزت أيضا للنزيلات الحاضنات، وكذا الحضانة المجهزة لأطفال النزيلات كأحد أدوات الرعاية الاجتماعية المقدمة للنزيلات، وهو ما أشاد به أعضاء الوفد. زي ما فخامة السيد الرئيس قال إن اللي بيعاقب مش لازم يعاقب مرتين، كفاية إن هو بيحرم من حريته. فاللي حصل دلوقتي واللي انا شفته النهارده هو حقيقي تحقيق وتجسيد للي بيتقال ان احنا لما قفلنا السجون اللي موجوده في المحافظات عملنا مراكز للتاهيل. اللي شفته النهارده حاجه رائعه جدا بالنسبه للسيدات النازلات، بالنسبه لاولاد النازلات منتهى الرعايه، مهارات عندهم تعلموها. كون الوزاره الداخليه تهتم ببعد انساني ومساله النفسيه والاجتماعيه للاطفال، انه ينشأوا بيئه امنه، تأهلهم نفسيا في وجود أسرهم في مكان صالح بمثل هذا الشكل، ده حقيقة إنجاز يحسب لوزارة الداخلية المصرية. أو تعبت في أي وقت الدكتور موجود، العلاج موجود،
أنا عن نفسي لو تعبت في أي وقت الدكتور بيجيني والعلاج بيجيني بانتظام. وبنوجه الشكر للرئيس، ربنا يخليهولنا يا رب، حتى في المناسبات بيجيبوا لنا لبس لعيالنا. أنا بشكر الرئيس السيسي على اللي هو عامله معانا، ومش بيخلينا محتاجين أي حاجة ولا أطفالنا محتاجة أي حاجة. مراكز الإصلاح والتأهيل هي ترجمة واقعية لمنظومة عقابية من منظور إنساني واجتماعي، تسهم في تأهيل النزلاء وبناء قدراتهم وتقويم سلوكياتهم وإعدادهم لبداية حياة جديدة. مشاهدينا، انتهت تغطيتنا الإخبارية حول استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا والعلاقات المصرية اليابانية. إلى اللقاء.